السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. إذا من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات وتطورات قضية مقتل الشهيد الشرطي هشام بورزة. الحمد لله أخوتي، اللهم لك الحمد، الروح عزيزة عند الله. أخبار جديدة، أخبار حصرية دابا أخوتي، فعافكم أخوتي، عاونونا بالبارتاج بالتعليق وبلي لايك، وفرحوا أخبار اللي غادي تفرحكم بزاف وبزاف بزاف الناس اللي متبعي القضية ديال خونا هشام الله يرحمه. إذن قراءة للأخبار نقشها إن شاء الله أنا وياكم. المهم الأخبار كتقول أنه في إطار المتابعة الخاصة اللي كديرها الجريدة الملف الشرطي هشام اللي لقاوه محروق في السوالم، فكشفات مصادر خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ديال البوليس مدعومة بعناصر المخابرات الداخلية تمكنات صباح اليوم الأربعاء من فك لغز جريمة البوليسي المحروق ديال الرحمة. وأكدت مصادر للجريدة أنه تم حجز السلاح الناري ديال البوليسي. المصدر الجريدة كيقول أنه توقيف المتهمين بمدينة فاس جاء بناء على الأبحاث العلمية والتقنية والميدانية التي تباشرها عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملف البوليسي الذي تم اختطافه وقتله وحرقه بمنطقة حد السوالم ضواحي مدينة برشيد، مضيفة أن بعد توقيفهم تم نقلهم تحت حراسة أمنية مشددة إلى مقرها بشارع الروداني من أجل مواصلة التحقيق معهم، وذلك تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك لفك لغز هذا الفيلم الذي روع جميع المواطنين سواء داخل المغرب وخارجه. حسب مصادر مطلعة كتقول أنه أن جريمة قتل الشرطي هشام تفك اللغز ديالها. أخيرا أخوتي تم اعتقال الجنات بمدينة فاس وتم الحجز السلاح الناري ديال الشرطي هشام، كما سبق لي وذكرت في فيديوهات أنه شوف أخوتي راهي لما تلقاش السلاح الناري، هذا الشيء كيعني أن الملف ما عمره ما يتسد. نهار لقاو السلاح الناري للبوليسي غادي نعرفوا بان هاد الناس متورطين في قتل الشرطي هشام، راه تشدوا. وداك الشيء فعلا اللي كاين، هاد العصابه الاجراميه اللي مازال ما عندناش واحد الفكره كبيره عليهم، ومازال ما عنديش انا اصلا معلومات كثيره عليهم، تشدوا بمدينه فاس. بغينا نعرفوا كيفاش هربوا من الدار البيضاء حتى لفاس. ولكن تبارك الله على الشرطة ديال بلادنا والأمن ديال بلادنا والمخابرات ديال بلادنا اللي سهرات على هاد القضية حتى فكات اللغز ديالها ولقاوهم هاربين بمدينة فاس. علاش قتلوا الشرطي؟ شنو العلاقة ديالتهم مع الشرطي؟ شنو الأسباب والدوافع اللي خلاهم أنهم يختطفوه من مكان العمل ديالو ويعذبوه ويحرقوه ويقتلوه اخوتي ويرميوه في داك القادوس؟ راه حرقوه وهو حي مسكين اخوتي، وعذبوه وهو حي، الله ياخذ فيهم الحق. كما سبق لي وشرت اخوتي انه من جهه، من بعد ما التحقيقات وصلت لواحد النفق مسدود او لا رجعات الى نقطه الصفر، فتدخلوا بنفسهم سواء السيد الحموشي وكذلك السيد الدخيسي، وعطوا تعليمات صارمه لجميع الاجهزه الامنيه وكذلك الاجهزه الامنيه رفيعه المستوى اللي دخلات على الخط في هذه القضيه، باش انهم يديروا جميع المجهودات ديالهم ويوصلوا الجنات الحقيقيين في اقرب وقت. ومني تشد واحد المجموعه ديال الاشخاص سواء بمدينه طنجه وكذلك مدينه السعيديه، وكاين اللي تشد في الدار البيضاء، كاين اللي تشد في برشيد، كل واحد وفين تشد، فمنين حقوا مع هاد الناس هادو؟ فلقاو ان هاد البارونات ولا هاد البزناسه ديال المخدرات خلال التحقيقات ما عطاتش حتى شي نتيجه، ونكروا العلاقه ديالتهم بمقتل الشرطي هشام، لا من قريب ولا من بعيد. هاد الناس قالوا بانهم ما عندهم حتى شي علاقه، ويعني والتحقيقات وصلت الى نفق مسدود معهم كما قلت لكم. ولكن هاد الشيء ماشي كيعني انهم صافي ابرياء وغادي يخرجوهم، لا خوتي، هاد الناس راه تشدوا وتشدوا معاهم يعني كميات كبيره ديال المخدرات، وكاين اللي عنده مجموعه ديال مذكرات بحث وطنيه
يعني غيخلصوا غيخلصوا، ماشي غادي يقولوا لهم صافي سيروا الله يعاون نتوما ما قتلتوش هشام الله يعاون. عندهم واحد الملفات ثقيله في هذا النشاط الاجرامي ديالهم ديال المخدرات وكذلك المخدرات الصلبه الكوكايين. يعني هاد الناس هادو كيشكلوا خطر على المواطنين وخصهم يتحاسبوا، خصوصا البارون الريفي اللي عليه 60 مذكره بحث وطنيه، شحال من عام وهو هارب حتى تشد في القضيه ديال خونا هشام. اذا غيودي وغادي يخلص. هذا من جهه، من جهه اخرى انه حتى النساء اللي تشدوا تم التحقيق معاهم فتبين انه ما عندهم حتى شي علاقه بالقضيه ديال هشام. بالنسبه للدريه اللي تشدات اول وحده خوتي، فهذيك راه تم اطلاق صراحه من شحال هذه، لانها تبين اثناء التحقيق معها انها ما عندها حتى شي علاقه. هي شنو علاش جابوا هذاك النهار؟ لان داك النهار اللي غيتم فيه القتل ديال الشرطي هشام، فجات عنده بالسياره ديال خوها والمدارات الرحمه وجلسوا مع بعضياتهم في السياره واحد 10 دقائق تيهضروا. من تما السيده مشات في حالاتها. شنو نوع العلاقه اللي بيناتهم اخوتي؟ الله اعلم، انا ما عارفاش. هذه مشات في حالاتها صيفطوها. كذلك زوجة البارون ولا الطليقه ديال البارون حتى هي اللي حاموا حولها الشكوك وبزاف ديال الهضره والكلام بانها عندها علاقه غير شرعيه مع الشرطي هشام. فحتى هي منين حقوا مع السيده تاكدوا بانها ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع. السيده ما كتعرفش هشام، ما عمرها ما شافته، ما هضرات معاه. اذا حتى هي صافي تم اخلاء سبيلها ومشات في حالتها. وبقات الشكوك تاعهم حول واحد السيده 50 هي اللي مازال اخوتي ما عرفتش اخر الاخبار عليها، واش باقا مشدوده ولا طلقوها، فمازال ما بانش لينا اخوتي. هذا الشيء ما كان بالنسبه للتحقيقات. كما قلت لكم مع الناس الاولين اللي تشدوا راه تبين ان ما عندهم حتى شي علاقه. واليوم الحمد لله الاربعاء، اللهم لك الحمد، الروح عزيزه عند الله، انه تشدوا بعض الاشخاص اللي هما متهمين ولا يعني تحوم حولهم الشكوك انهم هما اللي قتلوا الشرطي هشام، واكيد ان عندهم علاقه بما انه عندهم السلاح الناري ديال السيد. شنو كيديروا به؟ اش كديروا بهذا السلاح الا الا كتستعملوه في شي نشاط اجرامي؟ واش هاد الناس عندهم علاقه مع العصابات المخدرات ولا هاد الناس قتله ماجورين؟ هاد الشيء غادي يتضح بطبيعه الحال في الساعات القليله الماجيه. ما نكذبش عليكم اخوتي، انا فرحانه وفرحانه بزاف. خونا هشام بقى فينا بزاف كاملين، وبقات فينا بزاف الطريقه كيفاش تم الخطف ديالو والتعذيب ديالو والقتل ديالو. هذا الشيء علاش كنا كنهضروا دائما يوميا على خونا هشام باش يرجع ليه الحق ديالو. من جهه اخرى كما عارفين انه السلطات الامنيه بجميع التلوينات ديالها هاد السيمانه هادي كاملها يعني داروا واحد الحمله تمشيطيه، حملة أمنية واسعة بكل من الدار البيضاء، سطات، برشيد والنواحي. يعني حملات تمشيطية نقاو هاد البلايص من جميع الأشخاص، سواء اللي عندهم مذكرة بحث وطنية، سواء الناس اللي عندهم ماضي مع الترويج للمخدرات، البزناسة، الشفارة، المجرمين الخارجين على القانون. فبزاف ديال الناس تم الاعتقال ديالهم، وكذلك كانوا داروا بزاف ديال السدود الأمنية سواء بمداخل ومخارج هاد المدن هذه الأشخاص اللي هم مشكوك فيهم، أو لا بالأرجح السيارات اللي هم مشكوك فيهم، فكيتم تفتيشهم واحد التفتيش اللي هو دقيق جدا والتحقيق مع أماليهم. يعني داروا حملات أمنية واسعة جدا، والحمد لله أن هاد السدود القضائية وهاد الحملة الأمنية الواسعة راه جابت النتيجة اللي هي مزيانة. هاد الناس رجال الأمن ديالنا برئاسة السيد الحموشي والسيد الدخيسي، هاد الأجهزة الأمنية الرفيعة المستوى، هاد الناس راه عارفين شنو كيديروا وعارفين يعني على من حاطين العين. فهمتونا اخوتي؟ حنا غير كنهضروا وكنبقاو نعطيوكم المستجدات، واني هذوك الناس راه عارفين خدمتهم وكانوا شاكين في واحد الخيط، راه بقاو متبعينو حتى وصلوا للحقيقه اخوتي. والحمد لله احنا قربنا دابا باش ان يتفك اللغز كامل اخوتي، يتفك اللغز ديال هذا الفيلم اللي خلع المغاربه سواء داخل وخارج الوطن. منين تلقى السلاح كونوا متاكدين انه ما هي الا ساعات قليله جدا غادي تسمعوا اخبار ديال انهم كاملين تشدوا. وكنتمنوا لهم اقصى العقوبات، اقصى العقوبات، اقصى العقوبات، ولا شيء غير الاعدام. هاد الجنات هاد الشيء اللي داروا راه بزاف اخوتي بزاف، هاد الشيء ما كيديروش الناس، كيديروه الوحوش. لذلك كنطالبوا لهم باقصى العقوبات. والروح عزيزه عند الله، الله يرحمك اخونا هشام، والله يجعل مأواه الجنة، والله يصبر المميمة ديالو والزوجة ديالو ووليداته يا ربي امين. اذا لمزيد من التفاصيل نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة اخوتي.